السلام عليكم. أحدثت الانتفاضة العربية التي انطلقت من تونس قبل 10 أعوام أحدثت هزة في عمق العقل العربي الذي اندفع وهو يراقب التحولات والتفاعلات من حوله إلى طرح أسئلة حدية وصلت إلى السؤال عن مستقبل الدولة العربية في صيغتها الوطنية الراهنة. والحديث عن مستقبل الدولة العربية يستلزم التطرق إلى العامل التاريخي في تكون هذه الدولة ونشأتها. في حلقة اليوم من برنامج حديث العرب نبحث واقع الأزمة التي تعيشها الدولة الوطنية العربية والتي تتمثل في صورة احتراب داخلي وتضخم الانتماءات الضيقة للحزب والعشيرة والطائفة على حساب التعايش المجتمعي ضمن الجغرافيا الوطنية. أهلا بكم. حين خرج الملايين في أنحاء العالم العربي إلى الشوارع في عام 2011 يحدوهم الأمل بإسقاط الأنظمة الاستبدادية والتبشير بإصلاحات ديمقراطية، وللحظة بدا وكأن النظام الشرق أوسطي القديم قد حانت منيته ليحل مكانه نظام جديد. لكن سرعان ما تداعت الأوضاع حين انهارت بعض الدول تحت الضغوط وانخرطت في الحروب الداخلية، بينما استطاعت دول أخرى إيجاد حلول لاستعادة زمام الأمور وإحكام قبضتها على مجتمعاتها، ليتضح أن تلك الآمال المبكرة في إحداث تحول جوهري وإيجابي ذهبت أدراج الرياح. السياسة الخارجية في معظم الدول العربية يحركها حالياً مزيج من التهديدات الملحوظة والفرص المحتملة والمخاوف من تجدد الانتفاضات المحلية والنفوذ الإيراني، إلى جانب التطلعات للاستفادة من الدول العاجزة والتخبط الدولي، ما يجعل منها عوامل جذب للقوى الإقليمية لخوض حروب تدميرية تدار بالوكالة. فالنظام العربي الجديد قائم على أساس الفوضى. وفي خضم تلك المتغيرات جاءت أزمة انتشار كورونا في العالم ومنطقة الشرق الأوسط، مهددة مجتمعات واقتصادات وحكومات كثير من البلدان. فوضعت هذه الجائحة دول المنطقة والنظام الإقليمي برمته أمام تحديات أمنية وسياسية وجودية. الحروب والصراعات التي شهدتها المنطقة العربية وما تلاها من أحداث في ثورات الربيع العربي ودخول دول عربية كبيرة في دوامة من العنف والاقتتال وعدم الاستقرار ينذر بمستقبل مجهول وسط متغيرات كبيرة على الساحة الدولية. هذا الموضوع نضعه على طاولة الحوار مع ضيوفنا الكرام من اسطنبول، الدكتور حمدي شاهين أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية، وكذلك من مدينة سيدي بالعباس في الجزائر الدكتور يحيى بوزيدي أستاذ العلوم السياسية بجامعة سيدي بالعباس، ومن العاصمة الرومانية بوخارست الأستاذ عبد الرحيم خليفة الكاتب الصحفي. أهلا بكم جميعا ضيوفنا الكرام. إذا ما استطعنا أن نبدأ من الجزائر من مدينة سيدي بالعباس، دكتور يحيى، لابد في البدء أن نحدد معنى الدولة الوطنية أو القطرية، وإلى أي مدى هذا المعنى تحقق في الحالة العربية؟ جزيلاً على الاستضافة. أهلاً وسهلاً. بالنسبة لتعريف الدولة، تقريباً هناك العديد من المداخل، لعل أبرزها المدخل القانوني والمدخل السياسي وتحديداً علم الاجتماع السياسي. بالنسبة للمدخل القانوني فهو يشير إلى مجموعة من الأفراد المستقرة بشكل دائم في إقليم معين وتحكمها سلطة في ذلك الإقليم، وبالتالي هي تركز على الركنين أساسيين هما الشعب والإقليم. هذا بالنسبة للمقاربة القانونية. بالنسبة للمقاربة السياسية وتحديدا علم الاجتماع السياسي فهو يشير إلى أيضا السلطة التي تمتلك أو تحتكر شرعية استعمال العنف في أيضا الإقليم هذا. فبالتالي عند مناقشة مسألة الدولة بشكل عام وفي المنطقة العربية يجب أن أخذ بعين الاعتبار هذه الأبعاد، تحديدا البعد الشعب والإقليم ومن جهة، والسلطة ومسألة احتكارها للعنف من جهة أخرى. طبعا هو سؤالنا، يعني مدار الحديث في هذه الحلقة عن المفهوم في الاجتماع السياسي بمعنى السلطة. إلى أي مدى تحققت الدولة بمفهومها الحديث، بمعنى أن وجود سلطة رشيدة تدير الحكم في البلاد، إلى أي مدى تحققت في حالة الدولة العربية على امتداد العقود التي أعقبت خروج المستعمر عسكريا من المنطقة العربية؟
في هذه الحالة من ناحية الشكل هناك الدولة العربية، هناك إقليم، هناك شعب، وهناك نظام حكم أو سلطة تحكم هذا الشعب ولديها سيادتها عليه. لكن من ناحية الجوهرية في ممارسة السلطة في مسألة بناء الدولة أو تحديدا ذلك العقد الاجتماعي بين الشعب والسلطة، الدولة العربية لم تنجح في ذلك، بل على العكس تماما، عرفت الكثير من الإخفاقات. طبعا هنا المسألة فيها بعض من التفاوت بين دولة وأخرى بحكم السياقات التاريخية والظروف أيضا، وحتى تركيبة المجتمعات. لكن بشكل عام من حيث المبدأ، عرفت جل هذه الدول إخفاقات كبيرة، تحديدا هنا في مسألة احتكار شرعية ممارسة العنف. لعل أبرز الأمثلة على هذا الواقع هو ما يحصل في المنطقة منذ 2011، تحديدا الانتفاضات الشعبية التي عبرت في معظمها عن عدم رضاها بطريقة ممارسة الحكم في دولها، وحاولت إن صح التعبير أن تعدل أو تصوغ عقدا اجتماعيا جديدا يماثل تجربة الدول المتقدمة، في التي هذا المفهوم، مفهوم الدولة، يعتبر وليد بيئتها الثقافية. تحدثت عن الدولة في البعد السياسي أو البعد القانوني والاجتماعي السياسي، لكن لابد من الحديث عن عامل مهم وهو عامل تاريخي. هنا دعني لو أذنت لي أتحول إلى إسطنبول مع دكتور حمدي شاهين. في أي ظرف تاريخي وسياسي نشأت الدولة العربية؟ وسؤال مركب هو حقيقة. بعد ذلك إلى أي مدى يعني هذه الظروف التاريخية والسياسية التي تكونت على أساسها الدولة القطرية العربية لعبت دورا في رؤية حال الدولة العربية كما نراها اليوم؟ نعم، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أقول في البداية إني ظروف تأسيس أو ظروف ظهور الدولة الوطنية في تاريخنا العربي بدأت يعني مع الحرب العالمية الأولى، أو في أخريات الحرب العالمية الأولى، يعني مع اتفاقية سايكس بيكو قبلها أو بعدها بقليل، على أشلاء الدولة العثمانية التي كانت في طور الانحدار وعُمرت كدولة مهزومة في الحرب العالمية الأولى. وبالتالي وضعت الدول الغربية المنتصرة، بريطانيا وفرنسا ويعني غيرها من الدول المتحالفة معها، وضعت بذور دول على النسق الغربي تضمن استمرار السيطرة الغربية على هذه المنطقة الحساسة والمهمة في العالم. هذه المنطقة هي منطقة غليان عقدي ومنطقة انبعاث ديني، فهم يريدون السيطرة عليها مخافة المستقبل. وضعوا عدة تصورات، منها نظم موالية لهم تحكم هذه المنطقة من العالم، لكنهم أيضا بادروا إلى وضع أسس دول مستقلة وطنية تحمل ألغاما متفجرة. فمثلا هذه الدول، ومنها من ضمن هذه المحاولات كانت اتفاقية سايكس بيكو سنة 16 بين بريطانيا وفرنسا وروسيا، وانكشفت هذه الاتفاقية بعد قيام الثورة البولشوفية، ثم في العام التالي، ثم الصحف البريطانية نشرت هذه الوثائق فيما بعد. ومن العجائب أن ثوار الروس، ثوار السوفيت، لما صاروا البلاشفة، لما قاموا بثورتهم، أخبروا شريف حسين بأن في اتفاقية غدرت به بين بريطانيا وفرنسا قسمت البلاد التي وعد شريف حسين أن تكون فيها الدولة العربية، وبناء على هذا الوعد دخل في حلف مع بريطانيا ومع فرنسا ضد الدولة العثمانية. لما أخبر شريف حسين بذلك، قال يعني بعد مدة وجيزة من الزمن، أنا خاطبت حكومة صاحب الجلالة في بريطانيا وأكد لي أن هذا لم يحدث بهذه البساطة، يعني كأن بريطانيا ستكون صادقة معه. هذه الدول لما نشأت بهذا الشكل وفق الرغبات الاستعمارية، وضعت في حالة حرب مع الهوية الإسلامية اللي كانت يعني تسيطر على هذه المنطقة من العالم في أثناء الحكم العثماني. فأصبحت هذه الدول تمتاز يعني حالة خصومة مع الهوية الإسلامية على أساس نظم علمانية، وجعلت هذه النظم العلمانية تحكم كوكلاء للغرب من خلال مجموعة وسلسلة متتالية من الانقلابات العسكرية. هذه النماذج الوطنية التي قامت على هذا الشكل وأريد لها أن تكون في حالة خصومة مع هويتها الثقافية والحضارية والإسلامية، وضعت أيضا وفق مفاهيم انعزالية أدت إلى تفجر مجموعة من المشكلات.
هذه التجزئة للأوطان، هذه التجزئة للبلاد العربية، ونتج عنها أن وجود مشكلات قومية. المشكلة الكردية مثلا ما كان لها أن تظهر إلا وفق هذا التقسيم. عندنا في بين مصر وليبيا عندنا قبيلة أولاد علي مثلا انقسم الشطرين، شطر مع مصر وشطر مع ليبيا، وأريد لهذا الاتفاق الاستعماري أو لهذه الدول الوطنية أن تحمل ألغاما متفجرة حتى لا تكون ولا تبقى في حالة استقرار يتيح لها أن تنمو وأن تتقدم فيما بعد. الخلاصة أن هذه الدول وافقت، نشأت وفق المنظومة الغربية، وفق الشكل الغربي للدولة، لكنها لم تأخذ جوهر الدولة من الغرب. جوهر الدولة في الغرب قائم على المؤسسة، قائم على الديمقراطية، قائم على تبادل السلطة، وهذا يعني هذه ظلت مفاهيم غريبة في دولنا العربية في المرحلة التاريخية التي تلت قيام الدولة، وحتى الآن ما زالت هذه المفاهيم مفاهيم لم تجد نصيبا لها من الواقع. نحن لا نعرف المشاركة السياسية، نحن لا نعرف تداول السلطة، نحن لا نعرف التخطيط للمستقبل كما يعرفه. يعني دكتور حمدي، أفهم من كلامك وأرجو أن تصحح لي إذا ما فهمت غلطا، أن الدولة العربية بصورتها الراهنة ولدت ليست نتيجة تطور تاريخي طبيعي، وإنما ولدت ولادة متعسرة، وهذا أثمر في أمراض لاحقة بعد ذلك، هل هذا صحيح؟ هذا صحيح تمام، هذا صحيح تمام. يعني طيب، هذه الدول طيب انشئت في هذه الظروف الاستثنائية وظلت تحمل بذور نشأتها حتى الآن. عطفا على ما تفضلت به، أريد أن أنتقل إلى بوخارست لأسأل الأستاذ عبد الرحيم، بناء على الولادة المتعسرة للدولة القطرية بعد خروج الجيوش المستعمرة لهذه المنطقة، كيف كمثقف سياسي وكمحلل وكاتب صحفي، كيف راقبت الأداء، تطور أداء النخب الحاكمة للدولة القطرية على امتداد هذه العقود؟ أولا تحياتي لك لضيفيك الكريمين وللسادة المشاهدين. الحقيقة تطور الدولة العربية أو الدول الإقليمية العربية، الأقطار العربية، لم يسير بالاتجاه لا القانوني ولا الدستوري ولا السياسي اللي سارت فيه باقي دول العالم اللي مرت فيه تجارب شبيهة من هذا النوع اللي احنا مرينا فيه أو منطقتنا مرت فيه. هذه الدول عندما خرج المستعمر وصلت وضعت وكل عنها في الحكم، وهذه الأنظمة الحقيقة همها هو حماية مصالح من أوكلها على قد والدول. يبدو أننا نعاني من مشاكل في الصوت معك أستاذ عبد الرحيم، سنعيد التواصل معك بعد قليل لعل يتم إصلاح هذا الصوت، أو يمكنك أن تكمل. تفضل. هل الآن أفضل؟ تفضل. فهذه النظم الحقيقة لم تتطور وبقيت في إطار ما يمكن تثبيته بالنظم المملوكية أو النظم السلطانية. هذه النظم ترقى حقيقة إلى بناء الدولة أو تأسيس الدولة القائمة كما ذكر أحد ضيوفك قبل قليل، إلى عقد اجتماعي يحترم حقوق المواطن، يحترم حقوق الإنسان، يضع السلطة بشكلها التداول. لم تخلق حل تنمية. أرجو المعذرة أستاذ عبد الرحيم، أنا مضطر لمقاطعتك بسبب تقطع الصوت، لا يصلنا بصيغة صحيحة، سنعود إليك بعد قليل. أنتقل إلى الجزائر دكتور يحيى، يعني بناء بعيدا عن حديث النوايا، بمعنى أنه أريد للدولة العربية أن تكون فاشلة من عدمه، نضع حديث النوايا بعيدا، لكن الولادة المتعسرة لهذه الدولة وهذا الأداء، لماذا طوال هذه العقود لم تنشأ حركة تصحيحية حقيقية تقوم مسار الدولة القطرية حماية لها من أي مطب أو انسداد كما نرى الحال عليه هي اليوم؟ شكرا على هذا السؤال المهم. طبعا لا أود العودة إلى ما تفضل به الضيوف من قبلي، ولكن استكمالا لحديثهم وربطا بسؤالك، الدولة العربية كانت ولادتها متعسرة بحكم أنها كانت خاضعة للاستعمار، وفي مسألة البناء كانت هناك عدم وضوح الرؤية للنخب الحاكمة وحتى النخب السياسية بشكل عام. يعني على سبيل المثال كان هناك تياران، تيار يفكر في الدولة الوطنية وفي نفس الوقت يفكر في الوحدة العربية، وهنا أقصد التيار القومي. فهناك بناء الدولة وفي الوقت نفسه
الوحدة العربية التي تتجاوز الدولة القطرية. على سبيل المثال ما حصل الوحدة بين التي حصلت بين مصر وسوريا والتيارات حزب البعث على سبيل المثال وفكرة الوحدة. وأيضا في الوقت نفسه بالنسبة للنخب التي كانت في المعارضة ولعل أبرزها مثلا التيارات الإسلامية أيضا كانت تفكر في مسألة الوصول إلى السلطة وتأسيس دولة الخلافة. إذن كانت بالنسبة إليها الدولة الوطنية هي ليست هدف ونهائي وإنما مجرد مرحلة للوصول إلى الخلافة. وهنا في الحالتين يجب أن نشير إلى مسألة البعد الثقافي وأن هذه الدولة هي كما يشير برتنارد بادي إلى فكرة الدولة المستوردة. إذن هناك نموذج سياسي هو مستورد وكانت هناك على المستوى النخب على المستوى الفكري صراعات بين الإرث الثقافي والتاريخي لهذه المجتمعات وبين ما تريد أن تبلغه وفق ما يحصل داخل النظام الدولي باعتبار أن في مسألة القومية والدولة الوطنية لم تكن حكرا على الدول العربية فقط وإنما هي ظاهرة عالمية ابتدأت من أوروبا وانتشرت في كل دول العالم حتى أصبحت الآن تقريبا هي الدولة النموذج صح التعبير المهيمن والوحيد عالميا وإن كان بدأت مظاهر جديدة على غير المنظمات الدولية التي والتكتلات الإقليمية كفاعل جديد. لكن أيضا بعد آخر وعلى مستوى كان هناك صراعات على مستوى الأنظمة الحاكمة وتحديدا هناك ذلك الصراع بين الجمهوريات والملكيات. إذن شكل أنظمة الحكم أيضا كان فيه صراعات ووضبت فيه الأبعاد الداخلية من المعارضة وغيره والحروب البينية وأيضا التحالفات والتكتلات مع القوى الخارجية. إذن هذه العوامل مجتمعة هي التي أدت إلى تعثر بناء الدولة الوطنية في المنطقة العربية. تحدثنا على مستوى النشأة التاريخية وعن المسألة الاجتماع السياسي وظروف تشكل هذه الدولة، لكن لابد من الحديث عن الحاجات الأساسية الحديثة للإنسان العربي في العصر الحديث وإلى أي مدى هذه الدولة قادرة على تلبية هذه الحاجات. هذا ما نبحثه بعد فاصل قصير. مشاهدين الكرام، ننوه لحضراتكم أن تردد قناة الرافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايل سات. أسعدكم الله، ما زلنا سويا في الحديث عن مستقبل الدولة العربية مع ثلة من الضيوف الكرام. دكتور حمدي، في إسطنبول بمنطق الدورة التاريخية للدول، إلى أي مدى يمكن ربط مآل الدولة القطرية أو الوطنية العربية في صورتها الراهنة كما نراها عليه اليوم وبما نشأت عليه وتكونت على أساسه؟ نعم، أقول أن الدولة القطرية وفق النشأة التاريخية يعني حملت إرثا ضخما تصعب مواجهته وإشكاليات متعددة يصعب حلها. تم تجذير هذا النموذج الوطني القومي للانعزالي في المفهوم الشعبي في مفهوم الأمة عند أبناء الأمة من خلال التعليم، من خلال الإعلام، من خلال السياسة. أصبح الحديث خارج إطار الأفق القومي أو الأفق الوطني أصبح خيانة. وجدت خصومة بين الحكم العسكري للدول العربية وهو الحكم الغالب وبين النخب المفكرة أو النخب السياسية التي تدير الأمور بشكل عقلاني أو بشكل سياسي. أيضا الخوف الأنظمة الحاكمة من الغضب الشعبي وإدراكها أنها تعيش في معزل عن الرضا الشعبي أدى إلى حالة من الاحتقان الداخلي وإلى المواجهات المستمرة بين الأنظمة الحاكمة وبين شعوبها. يعني إقرار هذه الحكومات أو إقرار هذا النسق من الدول من خلال بناء الأمم المتحدة ومن خلال الإطار القانوني العام يعني أقرته الأمم المتحدة أصبح تغييره
عملية في منتهى المشقة والصعوبة، وأصبح يعني أمل أي دولة في أن تتحد مع دولة أخرى أمر يعني تحوط صعوبات متعددة وكثيرة جدا. تحدثت عن إرث ضخم وصعب حله ومواجهته حملته معها الدولة القطرية منذ مرحلة تشكلها في مرحلة ما بعد خروج جيوش الاستعمار من المنطقة العربية. لو تحدثنا بشيء من الاختصار عن هذه عن هذا الإرث الذي يصعب تغييره. نعم، أقول أن إنشاء الدول العربية وإقامتها على هذا النحو أوجد مشكلات طائفية متعددة، مشكلات قومية متعددة. عندنا في العراق مثلا وفي سوريا عندنا مشكلة الوجود الشيعي والوجود السني، عندنا في المغرب العربي مشكلة الأمازيغية والعربية. يعني المشكلات الطائفية أصبحت يعني أمر متفجر في الساحة العربية. أيضا عندنا مشكلات التعددية الدينية التي لم تستطع الدولة القطرية حلها بشكل أو بآخر. عندنا مشكلة الأقليات الدينية في مصر وفي لبنان وفي غيرها من الدول. عندنا مشكلة الأقليات القومية أو مشكلة القوميات بشكل عام. يعني هل هذا الإرث وهذه الإشكالات التي تتحدث عنها دكتور حمدي نشأت بفعل تطور تاريخي نتيجة الولادة المتعسر للدولة، أم أن هذا كان منهجا متبنا من قبل النخب الحاكمة؟ أنا أظن أنه كان يعني كان مقصودا من جانب الدول التي سعت إلى إنشاء الدول الوطنية على هذا النحو الذي أنشأتها عليه. نحن لم نكن أصحاب مصير، أصحاب تقرير مصير في إقامة دولنا على هذا النحو، إنما فرضت علينا هذه الكيانات وأصبحت دولا باعتراف الأمم المتحدة وباعتراف القوى الاستعمارية الغربية. فأصبحت هذه المشكلات مشكلات قائمة أريد لها أن تكون عوامل تفريق للأمة وعوامل إضعاف لها مهما بذلت من جهود. فيعني الأبناء غير الشرعيين يظلون دائما يعني تلحقهم وصمة العار. طيب في بوخارست أستاذ عبد الرحيم، وأرجو أن يكون الصوت الآن على ما يرام، لدينا الآن مواطن حديث بحاجات حديثة وجديدة، لكن في المقابل لدينا دولة قطرية قديمة بمفاهيم قديمة. لو تحدد لنا نمط العلاقة كما ينبغي أن يكون عليه اليوم بين المواطن الحديث والدولة. لا شك أولا أن الدولة العربية الدولة القطرية فشلت الحقيقة في مواكبة العصر على كل المستويات، وبالتالي هي لم تستطع أن تأتي بحاجات مواطنيها على مستوى الحريات، على مستوى رفع مستوى الدخل، على مستوى المشاركة السياسية، على مستوى التنمية، على كل المستويات الحقيقة فشلت هذه الدولة في تلبية حاجات هذا المواطن، هذا الإنسان. يجب أن ننتبه إلى أننا الآن نعيش في ظل عالم متغير بسرعة، شديد السرعة سمة هذا العصر، وهناك حاجات متزايدة للإنسان القطري. الدولة القطرية لم تستطع أن تفي بذلك. لهذا السبب تجد أن كثير من الشباب العربي يلجأ إلى الغرب لتحصيلهم العلمي مثلا، أو لتحسين مستوى الرفاهية، أو على الأقل لتأمين مستوى من الحياة أفضل نتيجة البطالة، نتيجة انعدام الفرص، نتيجة انعدام الأمن، نتيجة انعدام حق المشاركة السياسية. كل هذه الحاجيات قطرية للإنسان مع تطور العصر. حقيقة الدولة القطرية لم تستطع، النظم الإقليمية هذه لم تستطع أن تفي بحاجات الفرد، الإنسان الفرد فيها. المشكلة الأكبر أنا أعتقد في وقت هذه الدول أن يعني جزء من طبيعتها، جزء من تكوينها كانت عاجزة عن الوفاء بهذه الحاجات، لأن كل همها كل ميزانياتها ذهبت في اتجاه الدفاع والأمن. الدفاع والأمن خوفا على عروشها، خوفا على سلطانها، خوفا على عروشها. وبالتالي هي لم تلتفت إلى مجالات التعليم وإلى مجالات الصحة وإلى مجالات التنمية. إلى الآن في أهم أنواع الأمور هي البشرية. نحن الحقيقة في معظم الدول العربية قائمة الدول التي يعني تهتم بهذا الأمر، مما يعني يجعل هذه الدول الحقيقة متخلفة جدا عن الدولة الحديثة الآن في العالم الأول أو في العالم الثاني. هذه الدولة أنا أعتقد تسير إلى طريق مسدود. لذلك ورد حضر نهاية البرنامج
طيب طيب استاذ عبد الرحيم، انا اكرر اعتذاري لك ومن خلالك طبعا للساده المشاهدين، هناك اشكالات حقيقيه في الصوت لعلها من المصدر، سنعود اليك لنتواصل معك عبر الهاتف ولا يستغنى عنك. اذهب الى الجزائر مره اخرى. دكتور يحيى، التمتع بالعدل والمساواه والمشاركه السياسيه والكرامه الانسانيه والتمتع بمستوى عيش معقول على الاقل بالنسبه للانسان الحديث بات من الحاجات الوجودية لهذا الإنسان، لهذا المواطن العربي. السؤال في ضوء الإمكانات السياسية والجغرافية أو الجيوسياسية عموما للدولة القطرية الراهنة، ما مدى قدرة هذه الدولة على تلبية هذه الاحتياجات للمواطن العربي الحديث إذا صحت التسمية؟ يعني طبعا كما سبق الإشارة في التعريف، يفترض وفق نظرية العقد الاجتماعي أن المواطن يتنازل ببعض من حرياته وحقوقه للسلطة السياسية طبعا في سياق الدولة من أجل تحقيق العديد من أو القيام بالوظائف التي تؤمن له حياته وعيشه وإلى غير ذلك. وللأسف في الحالة العربية لم يحصل هذا، فالمطالب الشعوب العربية يمكن تلخيصها تحت عنوانين أساسيين: مسألة الحرية والعدالة. تحتهما هناك الكثير من القضايا التي أثبتت فيها الأنظمة الحاكمة والنخب الحاكمة فشلها وأخفقت في تحقيقها. وهنا يمكن الإشارة إلى أن تحولت هذه الأنظمة بدلا أن تخدم الدولة وتخدم الشعوب، تحولت إلى خدمة نفسها. و العبارة التي متداولة أن هناك بعض الدول الجيوش في المنطقة العربية، يشار إلى أن كل دولة لها جيش إلا في الحالة العربية أن الجيش هو الذي يملك دولة. هناك النخب، هناك التسلط والاستبداد، عدم التداول على السلطة بفقدان الشرعية. إذن هذا على المستوى السياسي، يقابله عدم مشاركة سياسية، تزوير الانتخابات، بالتالي هناك أزمة ثقة بين السلطة والشعب. هناك أيضا على المستوى الهوياتي، هناك أن هذه الأنظمة بحكم ارتباطاتها الخارجية ومن إخفاقاتها عدم تحقيقها الاستقلال السياسي الحقيقي وبسبب ارتباطاتها الخارجية قامت بالعديد من السياسات المعارضة لهوية هذه المجتمعات. هناك أيضا على المستوى الهوية مسألة الاندماج القومي أخفقت أيضا في تحقيق أو في مراعاة الخصوصيات الإثنيات الموجودة داخل إقليمها. إذن كل هذه الإخفاقات إضافة إلى الإخفاق على المستوى الاقتصادي، وهناك فشل في التنمية يقابله تكريس للفساد. المسألة إذن ازدواجية، لو كانت فقط فشل في التنمية سبب السياسات يمكن أن تعذر، لكن لما يقابل هذا الفشل في التنمية فساد سياسي ونخب متحكمة ورجال وأعمال مسيطرين ومهيمنين مرتبطين بالعائلات الأنظمة الحاكمة وغيرها من مظاهر الفساد، كل هذا يجعل أحدث شكل من القطيعة بين النخب الحاكمة والإنسان أو المواطن وشعوبها، وبالتالي جعل مصير الدولة مهدداً باعتبار أن في الكثير من الدول العربية يربط بين الدولة والسلطة أو النظام الحاكم. وإن كان يمكن تفهم هذا في سياق الدول أو الأنظمة الدول التي بها أنظمة ملكية، لكنه يستغرب كثيرا في حالة الجمهوريات التي يفترض أن التداول فيها هو المبدأ والأساس. طيب لو في إسطنبول دكتور حمدي، هذه الحاجات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الناشئة عند الإنسان في عصرنا الراهن، ونتحدث عن المواطن العربي، الوعي بهذه الحاجات مسألة قد تكون حاسمة أو من العوامل الحاسمة في إدارة الأزمة من قبل النخب الحاكمة. هل تلحظوا أن النخب الحاكمة في المنطقة العربية تمتلك الوعي الكافي بهذه الاحتياجات الأساسية للمواطن العربي؟ لا يخفى على أحد، لا تخفى على أحد هذه الاحتياجات التي يعني يعج بها الوطن يعني. لكن نفتقد الرغبة في الإصلاح، نفتقد الرغبة في مراعاة هذه الحاجات، نفتقد الإحساس بأن هذا الوطن ملك لأبنائي، وأنه ينبغي أن توضع هذه الحاجات على رأس أولويات النظم الحاكمة.
لكن المهم أن تشعر النظم الحاكمة أنها تابعة لأمتها، أنها نابعة من الاختيار الشعبي حتى تحقق هذه الأمنيات الشعبية أو الحقوق الشعبية لمواطنيها. لكن طالما هذه الأنظمة تشعر أنها مسنودة من الخارج وأن كراسيها مرتهنة ب يعني رضا الخارج عنها، وأن رضا الجماهير أو رضا الشعوب عن هذه الأنظمة يأتي في مرتبة تالية أو لا يأتي مطلقا، هذه هنا تنبع المشكلة حقيقية. الوعي بالمشكلات قائم، وإن كان على درجات متفاوتة بحكم المدى الوعي الثقافي لهذه الأنظمة العسكرية. قلت أن هناك خصومة بين الأنظمة الحاكمة وبين النخب المفكرة أو النخب السياسية الحقيقية أو العلماء في الأمة الذين يعانون الاضطهاد على شتى الأصعدة. وبالتالي يظل سؤال الوعي سؤالا محيرا. الأنظمة تشعر بالمشكلات؟ نعم تشعر بالمشكلات، والشعوب تنتفض، والثورات الربيع العربي جعلت هذه الطموحات الشعبية ملء السمع والبصر، لكن الحكومات والأنظمة القائمة لا تلقي بالا إلى ذلك كله، لأنها لا تشعر بولائها لهذه القواعد الشعبية، وإنما تشعر بولائها إلى من أتوا بها وإلى من يساندونها وإلى من يضمنون بقائها، وهذه المشكلة الحقيقية. بعد الفاصل سنبدأ من بوخارست مع الأستاذ عبد الرحيم لنسأله عن مدى قدرة هذه الدولة العربية القطرية على البقاء في ظل التحولات والمتغيرات الكثيرة التي تعصف بالمنطقة. فاصل أخير. أهلا بكم أستاذ عبد الرحيم. هناك دول عربية محورية مثل سوريا، مثل العراق، وتاليا بعد ذلك اليمن، ودولة كبيرة الحجم وعدد السكان مثل السودان. كثير من الأسئلة تدور حول مصير ومستقبل هذه الدول من حيث قدرتها على البقاء متماسكة من عدمه. قبل السؤال عن مستقبل هذه الدول، أريد أن أسألك عن الذي يدفع بطرح مثل هذه الأسئلة. ما الذي يدفع إلى طرح مثل هذه الأسئلة الحدية بأن المتعلقة بمصير هذه الدول؟ هذه الأسئلة أصبحت أسئلة وجود بالنسبة لهذه الدول أو بالنسبة لهذه الكيانات. نحن الآن في عالم يعني في ظل ظاهرة العولمة وفي ظل ظاهرة التكتلات الاقتصادية الضخمة، وفي ظل يعني هذا التغير الدولي الحاصل القطبية الواحدة تقريبا، أنا أعتقد أن هذه الكيانات تسير نحو حتفها. لا قدرة لهذه الكيانات على الاستمرار أو البقاء كما هي الآن. شاهدنا على ذلك أن هذه الدول بعد أن تم يعني ضربها من الخارج تم ضربها الآن من الداخل، وطبعا تحمل هي في داخلها بذور أزماتها، بذور فنائها، بذور عدم قدرتها على مواجهة التحديات التي تواجهها. فلذلك يعني مثلا الآن هناك حالة من التفكك المجتمعي غير مسبوقة في تاريخ هذه الدول. في العقود الماضية كانت التحديات من نوع آخر، من نوع مسألة التنمية، مواكبة العصر. الآن أصبح التحدي وتحدي الوجود نفسه. هذه الكيانات لا قدرة لها إطلاقا على أن تبقى موجودة أمام هذه المخاطر التي تحيط بها من كل جانب. إحنا شايفين مثلا في حالة سوريا الآن بدأ الحقيقة العطب يصل إلى البنية المجتمعية، والعالم يراقب ويرى ما يحصل، وفي ذلك مصلحة بالتأكيد للعالم بسماته بطبيعته القائمة الآن. نموذج العراق، نموذج حتى دولة كبيرة مثل مصر في المنطقة تبدو كانت دائما أنها مستقرة، لكن أيضا الآن باتت تواجه تحدي البقاء من خلال مثلا التحدي الأخير في مسألة إثيوبيا. الحقيقة كل هذه تحديات أنا أعتقد الدولة القطرية لن تستطيع أن تواجهها. الأمل الوحيد لقدرة هذه الدول على الاستمرار، على البقاء، على يكون لها
يعني مكان تحت الشمس تحترم. هو نجاح الثورات العربية التي انطلقت في من تونس وعبرت ومرت في مصر وليبيا واليمن وسوريا ومن ثم في الجزائر والسودان، أن تستطيع هذه الثورات أن تحقق يعني نوع من الشراكة السياسية، أن تقيم نظم حديثة قائمة على المشاركة السياسية، تولي التنمية أهمية قصوى، التعليم، الصحة، القضاء على ظاهرة الفساد، تحييد العسكر، تعميم ثقافة حقوق الإنسان، حتى تستطيع هذه الدول أن تنتقل في مرحلة أخرى ربما إلى نوع من أشكال التكتل أو الوحدة أو الاتحاد أو حتى تواجه هذه القوى الدولية أو القوى العالمية. يعني حتى فكرة الاتحاد أستاذ محمد، حتى فكرة الاتحاد التي يعني ليس واضحا الأساس عليها، هل فكرة هي قومية اقتصادية سياسية؟ ثمة من يقول في الحالة العربية حتى فكرة الاتحاد هذه لم تعد واقعية خارج السياق الزماني. على الأقل ربما الحاجة إلى أمن هذه الدول وبقائها يدفع إلى شكل من أشكال التنسيق والوحدة، مش لحماية عروش هذه النظم وبقائها بقدر ما هو للدفاع عن الأمن القومي أو ما يسمى بالأمن القومي. لا يمكن مواجهة كل هذه المخاطر والتحديات والمشاريع المتصارعة الآن على المنطقة بقدرات فردية. هناك العديد من الدول العربية كما تعلم حضرتك تحديدا في دول الخليج تشتري أمنها، وهذا الشراء لن يدوم. هناك دول عديدة في المنطقة غير قادرة على تأمين أمنها الغذائي. في آخر تقرير صدر عن منظمة الغذاء العالمي تتحدث الأرقام بشكل مرعب عن زيادات مضطردة مليونية في فقدان الأمن الغذائي، عن حاجة 11 مليون الآن للمساعدة الإنسانية في دولة يقترب تعداد سكانها من 23-24 مليون نسمة. أنت تعلم أن في اليمن والسادة المشاهدين أن في اليمن مجاعات، في عدد من الدول العربية، هناك في لبنان هذه الدولة التي كان مواطنها يعيش في حالة من الرفاهية. الحاجة تدفع هذه الدول إلى أنا لا أدعو إطلاقا إلى الوحدة العربية وإلغاء هذه الكيانات. نحن مع الدفاع عن هذه الكيانات القطرية بشكلها الدستوري، لا نريد أن نقوض هذا الكيان هذه الكيانات، ولكن عليها هذه الكيانات أن تدافع على نفسها، أن تحافظ على بقائها وأمنها ومواطنيها، وهذا يجب أن يدفعها للتفكير. طبعا هذه النظم مفقود الأمل منها، أنا أعول حقيقة على نظم بديلة، نظم جديدة خلقها واقع الثورات العربية، أن تستطيع الحقيقة أن تضمن نوع من التضامن. كيف يمكن مواجهة هذا التحدي الإيراني الآن في المنطقة؟ العراق بمفرده ولبنان بمفرده وسوريا بمفرده واليمن بمفرده، كيف يمكن مواجهة كل هذه المخاطر المحرقة؟ القطر الصهيوني، المشروع الغربي، تغريب المنطقة، إلغاء هويتها وثقافتها، كيف يمكن مواجهته بهذه القدرات لكيانات ضعيفة بلا موارد، بعضها بلا سكان، بعضها يشتري أمنه؟ لا يمكن لهذه الكيانات أن تبقى وأن طيب. تستمر. وضحت الفكرة أستاذ عبد الرحيم، أنقل ما ذكرته وأبني عليه للدكتور يحيى في الجزائر. الآن هل يمكن القول باطمئنان استنادا إلى الحالة الاضطراب التي تضرب المنطقة العربية أن الدولة العربية الراهنة وصلت إلى معادلة طرفاها، إما الإصلاح الجذري أو النهاية؟ هل توافق على هذه المقاربة الحدية؟ يعني إلى حد ما نحن الآن فعلا أمام معادلة صفرية. هناك إما أن تتغير الأنظمة السياسية وتستجيب لمطالب الشعوب، أو تتفكك إن عاجلا أم آجلا. هذا هو الواقع، لأن هذه إن صح التعبير السنن الكونية. مهما استطاعت هذه الأنظمة تجاوز الاحتجاجات الشعبية في المرحلة الأولى، الموجة الأولى من الانتفاضات الشعبية، وحتى لربما الموجة الثانية والالتفاف عليها وحتى الانقلاب عليها، لكن في النهاية ستأتي أجيال جديدة وستتواصل مسيرتها في البحث عن حريتها وعن العدالة وغيرها، لأن هذه ربما ما يميز الإنسان، أي إنسان في العالم وفي أي مجتمع. بالتالي يستحيل أن تتوقف مثل هذه المطالب، وبالتالي فالأنظمة السياسية في حال لم تستجب لها فهي ستسعى
وتعمل على تجاوزها، ومقابل ذلك ستقوم كما تفعل حاليا في الكثير من الدول العربية العديد من الجرائم في حقوق شعبها. ومثل هذه السياسات أكيد ستعمق من الشروخ الاجتماعية، وستكون هناك نوع من الأحقاد أو حتى الثأر للهويات إن صح التعبير. وفي المقابل أيضا هذه الأنظمة تقدم تنازلات لمصالح القوى الأجنبية، وبالتالي ستزيد من احتمالية. طب دكتور يحيى، هل توافق مع يعني على ما ذكره ضيفنا من بوخارست الأستاذ عبد الرحيم من أن هذه الأنظمة يعني لا أمل في قدرتها على تحقيق إصلاح جذري، يعني كما لو أننا نتحدث بمنطق عدمي، هل توافق على هذا المنطق؟ ألا يمكن الإصلاح قليل؟ أعتقد أن هنا يعني لربما نكون فيه نوع من المبالغة والإجحاف، باعتبار أن دائما في كل نظام إلا وتوجد هناك بعض النخب العقلانية. هناك يعني على سبيل المثال لو نقارن مثلا الحالة التونسية بغيرها من الحالات، أو حتى بالنسبة للنظام التونسي السابق وحتى النظام المصري السابق، ردود الفعل من نظام سياسي لآخر اتجاه الاحتجاجات، كانت هناك درجات العنف مختلفة، درجات الاستجابة أيضا مختلفة. هناك البعض من أغرق في الدماء في قتل شعبي، هناك من لم يقوم بذلك. يعني مثلا الجزائر في الاحتجاجات السابقة كانت هناك يعني بدون ولا قطرة دماء. صحيح أن النظام السياسي لاحقا لم يلبي كل المطالب التي رفعت في الحراك الشعبي، لكن في النهاية كان الجانب السلمي كان إنجازا. نحن الآن مقبلون على تحدي آخر، نفس الشيء بالنسبة للدول الأخرى. إذا هنا النخب الحاكمة متفاوتة في شرعياتها، في خلفياتها، في ارتباطاتها الخارجية، وبالتالي في ردود أفعالها اتجاه المطالب الشعبية. طبعا لربما بصفتنا عرب أحيانا نتحدث عن ما نأمل، ما نأمله أن ترجح كفة النخب العقلانية في مختلف الدول العربية التي لا تأخذ بشعوبها وبدولها إلى التفكك. لأن على سبيل المثال مثلا في الحالة الكردية، نحن تقريبا الكثير من الباحثون والمحللون يتحدثون عن دولة الأمر الواقع. نعم، دولة الأمر الواقع بالنسبة للأكراد، وبالتالي يجب مراجعة مثل هذه القضايا. ذكرت في إجابتك الأولى يعني نقطة أريد أن أتوقف معها، وهي قضية السنن الكونية أو ما يعبر عنه في التاريخ بالسنن التاريخية، لأسأل الدكتور حمدي في إسطنبول انطلاقا من سنن التاريخ، كيف تقرأ مستقبل الدولة العربية القطرية؟ أقول إن الدولة العربية تعاني مأزق حقيقي، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لو لم يأتي التغيير من داخل الأنظمة الحاكمة سيفرض عليها التغيير. نحن أمام يعني ليس تفاعلات داخلية فقط، وإنما أمام واقع مفروض من الخارج. خريطة برنارد لويس أو مخططات الغرب لتفتيت المفتت وتجزيء المجزأ كما يقولون أصبحت أمرا واقعا الآن. يعني نرى تداعيات هذا أو تجليات هذا الأمر في السودان، ونرى تجلياته في العراق وفي سوريا. نحن أمام دول تتجزأ واقعا، شئنا أم أبينا ذلك. هل هناك عقلاء كما يقول الدكتور في الجزائر؟ هل هناك عقلاء في داخل هذه الأنظمة يقولون للمستبدين فيها كفى، نحن نواجه صراعا وجوديا؟ دعونا نفترض هذا، لكن الحراك السياسي لو لم يتسارع بشكل يوائم التحديات المفروضة سنواجه واقعا شديد السوء. في الحقيقة الخوف على النموذج الوطني الحالي على عواره، على ما فيه من شذوذ في النشأة، وعلى ما فيه من ضعف في الأداء، وعلى ما فيه المراهنة على بقاء هذه الأنظمة، ينبغي أن يكون خطوتنا. نحن لسنا ضد هذا النموذج ومع عدم توافر بديل، لا يوجد بديل. وهنا يطرح سؤال على النخب المثقفة والسياسية في العالم العربي، نحن لا نرهن مستقبلنا بهذه الأنظمة المستبدة، لابد من إيجاد بديل
يسعى إليه العلماء والمثقفون والسياسيون في عالمنا العربي، حتى إذا تغيرت هذه الأنظمة الآن أم لاحقا يكون هناك بدائل مطروحة. مشكلة الربيع العربي ومشكلة الثورات التي قامت، ونحن نتحدث عن السنن الكونية، أن التغيير قادم لا محالة، لكن البدائل مفتقدة. وهذا سؤال جوهري وسؤال مهم جدا، متى تتوافر البدائل السياسية والبدائل العقلانية الممكن فرضها على الواقع أو الممكن تداولها واقعيا؟ متى تتاح هذه البدائل حتى نقول أن التغيير القادم تغيير مبشر بالأمل؟ هذا سؤال مهم جدا للنخب المثقفة والنخب السياسية في عالمنا العربي. أستاذ عبد الرحيم في بوخارست، يعني يبدو أن الجميع في هذه الحلقة من ضيوف متفقون على أن المستقبل لا ينذر بشيء من التفاؤل، عطفا على هذه النظرة المتشائمة أو الواقعية إن شئت. ما البدائل أو ما الخيارات أو ما الشكل النهائي الذي يمكن أن تنتهي إليه المنطقة العربية؟ قاتمة جدا الحقيقة، وللأسف الشديد نقول ذلك، وليس لإحباط المشاهدين أو إحباط الأخوة المواطنين العرب، لكن نعم، هذه حقيقة. إذا لم ينتقل المواطن العربي الحقيقة إلى دور فاعل، وهذه النخب أيضا أن تستطيع أن تصوغ رؤية واقعية، رؤية حداثية لدولها لكياناتها الحقيقة. أتوقف معك من هاتين النقطتين المهمتين اللتين ذكرتهما، نعم، يعني المواطن العربي ينبغي أن ينطلق المبادرة، والنخب العربية ينبغي أن تصوغ رؤية. الحقيقة أن المواطن العربي بادر، فكانت النتيجة ما نراه في سوريا واليمن وليبيا إلى آخره، والنخب المثقفة استرعت فيما بينها، وحتى وهي بلادها تضرب، يعني كما لو أن المشهد مغلق. أنا لا أعتقد أنه مغلق تماماً، يعني برغم كل هذه القتامة هناك لا يزال أمامنا فرص، وإلا يعني ذلك هذا بمعنى بين قوسين بنقول نهاية التاريخ، نهاية العالم، نهاية هذه الدول، نهاية هذه الكيانات. لا، أنا أعتقد أن هناك مازال فرص، وهناك فرص تبدو ولو هي ضئيلة. ما هذه الفرص باختصار من فضلك؟ يعني ما هذه الفرص يمكن البناء عليها؟ هذه الفرص هي توسيع هامش المشاركة، اقتراب النخب من الشارع، الاستماع لصوت الحقيقة. نحن نعاني من حالة من العزلة بين المثقف وبين المواطن العادي، نعاني من عقد المثقفين وتنظيراتهم الحقيقة الغير متطابقة مع الواقع. لكن أيضا المواطن العربي في كثير من المواقع، في كثير من الأماكن، يبدو في حالة من السلبية، ربما يعني ما شاهده في هذا الربيع العربي الذي تحول إلى ربيع دامي ربما جعله يحجم قليلا، ولكن أنا أعتقد هذه مرحلة وستزول، ومرحلة مؤقتة وطارئة ولن تدوم. وبالتالي أنا يعني شايف أن مستقبل المنطقة العربية مرهون، وباعتقادي أنه هو حاجة، يعني هذا المواطن مهما استكان في النتيجة أمامه حاجيات لا يمكن يعني أن يغض النظر عنها، حاجاته ستدفعه دائما إلى التغيير، إلى التعبير عن وجهة نظره، إلى عن الاحتجاج، نعم، عن ومن هنا على النخب المثقفة أن تصوغ رؤية حداثية، أن تصوغ رؤية مواكبة للعصر، مواكبة لطبيعة بنية دولها، تحقق فيها قدر كبير من الاستقرار والتنمية والعدالة والمشاركة. وهذه النخب هي قادرة لو تواضعت قليلا واستمعت إلى صوت الناس وفكت ارتباطها، لأن هناك جزء كبير من نخبنا حقيقة مرتبط بالسلطة، وهذه مشكلة يعني تحتاج إلى بحث آخر. لو يجب أن يتم أيضا التركيز على مسألة فك الارتباط بين النخب والسلطات، بين النخب والأنظمة، وأن تكون تعبير صادق وحقيقي عن صوت المواطن، عن أوجاع المواطن العربي، الحقيقة تكون حافز وقوة دفع. أشكرك. نعم، معذرة يعني أدركنا الوقت، أشكرك ووضحت الفكرة أستاذ عبد الرحيم، أشكرك شكرا جزيلا. في ختام هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، أشكر ضيوفي الكرام من اسطنبول الدكتور حمدي شاهين أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية، ومن مدينة سيدي بالعباس في الجزائر الدكتور يحيى بوزيدي أستاذ العلوم السياسية في جامعة سيدي بالعباس، ومن العاصمة الرومانية بوخارست الأستاذ عبد الرحيم خليفة الكاتب الصحفي السوري. كل الشكر لكم مشاهدينا الكرام، دمتم في حراسة الله.